عسلامة صباح الخير. صباح الخير. اش قال لك في سفرة اسطنبول توا توا؟ للاسف الباسبور ما عنديش. ان شاء الله مرة جاية خسارة. جاتني الفكرة قصيت تذكرة لإيطاليا. سيتي معناتها أرخص تذكرة كما نقولوا، دونك محددة فيها وقت معين. دونك مش سيتي الفرنسي. مشيت باش نحضر في وباش نغطي باش نعمل كوفرتور نتاع سباق نتاع دي فيكول وحدين فيراري. فيراري قدام معناتها معناتها توسكي لي فواتور دو كوليكسيون لي قدام نتاع فيراري معناتها والموديلو كما تعرفوا نتاع فيراري موجود في فيرنسا. دونك كي مشيت غاديكا نلقى لي ساعه هما شويه لي زوتيل نلقى ما فماش بلايص معناتها لي زوتيل نلقى اللي فما عندي حجز نتاع نهارين كهو ونهار الثالث مش باش نجم نلقى وين نقعد. دون فاسون كنت اوبليجي عليا كملت خدمتي في نهارين وروحت. قالوا لي راه ما لقينا لكش لقينا لك نهارين ومن بعد ما عندناش نهار اخر. فهمت الناس منظمين الحكايه. دون فاسون وصلت مروحه قبل الوقت. كي روحت قبل كي جيت وصلت المطار خديت التران ومشيت لميلانو باش ناخذ الطياره نلقى قالوا لي ليه ما تنجمش تروح. طحت بوحده حاشيكم سامحني معناتها مخها مسكر ما حبتش تفهمني. قالت لي ليه يا بنتي كيفاش ما تروحش ما عندك الحق تروح التذكره نتاعك تاخذ تستنى على الغدوه. امان نحب بيه كيفاش شنو يلزمني الحل؟ لا 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 ما فما حتى حل لازم تو ما حبش تفهمني معناتها. قعدت ماشي جاي على وقتها سيتي اليطاليا معناتها مش تونسي ولا احنا تفهمنا معناتها يا بنتي رغم اللي معناتها نتكلم بالكدا ايطاليا معناتها مش حكايه تفهم حكايه هي ما تفهمش وكا ما حبش تفهمني. دون فاسون يا بنتي شنو هو الحل؟ ما حبش تفهمني انا مستعده لاي حل باش نروح ما نساعديش البيت في المطار معناتها ودارنا يستناو فيا والى اخره. يا بنتي لازمني نروح لازم اون بلوس باش نروح عنا الخدمه باش نكملوها في تونس الكل نحب نربح مادام انا كملت نهارين كاها وخل نمشي نكمل مونتاج وكل في تونس. وكانوا هما وقتها باش يكملوا الدوره نتاعهم والسباق في تونس. سيتي بين ايطاليا وبين تونس. قالت لي لا ماكش مروحه. قعدت معناتها ويحلى في المطار. ما نقول لكمش معناتها ما لقيت ما نعمل. قعدت نخمم واحد كي يقعد عنده معناتها تذكرة فماشي تذكرة أخرانية كيفاش باش واحد يخلط على الطيارة فوالا من الحكاية هذيك بديت لين جاتني الفكرة نتاع هالسباق هذايا باش واحد يخلط على الطيارة وجات التذكرة الأخيرة. بون تحلت الحكاية في الأخر بكل كي تبدلت الشخص اللي يخدم ورا على الكونتوار نتاع إيطاليا نلقى في كيشي معناتها نلقى شخص آخر قالت لي بيان سور مادموزيل تنجم قلت لها نزيد فلوس قلت لها تزيد فلوس وتاخذ التذكرة تبدل تذكرتك التذكرة معناتها ماهيش مسكرة دو فاسون نجم نطلع في لا محالة. قعدت ستة سوايع في المطار ونجمت نركب في الطيارة مع العلم اني معناتها علاش زاد ما نجمش خاطر انا خديت التران في الليل معناتها ديجا بت في محطة التران دونك خديت التران من فيرنسا لميلانو في الليل وقعدت نستنى في المحطه خاطر ما فماش كيران باش تهز للمطار اللي هو بعيد ما يجيو كان وقت معين. دونك قعدنا نستناو غاديكا في مع الناس حتى الديوان وكل شيء يقعدوا معانا غادي دو فاسون باش نجم نمشي والبوليسيه الى اخره كان العباد اللي عندهم تاشيرات ماك تعرفهم مع الناس خاطر حارقه وكل شيء يقعدوا في المحطه. دونك عديت الليله ديجا وتحبني معناتها باش نزيد نعدي ليله اخرى فمن هالمعاناه ساعات وش يقول لك هو الحاجه تصنع تصنع الاختراع ولا تجيب الاختراع. دون فاسون جاتني الفكره نتاع التذكره الاخيره وكيفاش واحد باش يخلط على التذكره الاخرانيه اخر تذكره في الطياره شكون باش يخلط عليها. هذيك جات الفكره روحت لتونس كتبتها
كتبت قصة سيناريو تاع زوج من الناس باش عملت ليميسيون زيرو. تخيل زوج من الناس، واحد يخدم في مارشي الحوت وواحد موظف كيفاش باش ياخذوا الواحد. وجاتك لي زيتاب نتاعك باش ياخذ، خاطر يلزم شروط في لعبة الى اخره، هذيك هي التكنيك نتاع اللعبة. دونك كيفاش باش ياخذ من عند عارفوا البيرميسيون، كيفاش باش يلم الوحدة نتاعو للثليجة، وكيفاش باش ياخذوا المطار الى اخره. كتبتها وهزيتها للتلفزة وقعدت في الرفوف نتاع التلفزة، مقدمتها وما قراوهاش. يعني شاركت في التذكرة الأخيرة، فهمتني، باش نمشي لإسطنبول. في بالي فهمتني، كان ساهر ربي. قالوا لي تنجمش تجيب خمسة من الناس معاك يستقبلوك في المطار، نلقاه في المطار معنا. أي تو تو شوف في واحد من الأولاد نبيل ولا حاجة. احنا في ثنيتنا المطار كلها ماشي المطار. أنا توك أختك ذا اللي ذي أي كلها راني ماشي أي هي تو تو خارج نبيل واختي وجماعه لمبعد لو ماكسيموم، فهمتني، فيسا فيسا دخلت قبلنا يزيد كلها تتو. انا في ثنيه المطار فهمتني، وهي في حي الانطلاق تو. اي ها تخرج التويكه ما تعطلوش. سامحني. الو اختي، الو صباح الخير. صباح الخير، اسمعني، فما حاجة أخرى، شرط آخر يلزمكم تجيبوا معاكم، يعني أوراق كاتبين فيهم كل واحد يبدا شاد في يده ورقة مكتوب فيها أنور. متفقين باش نبداو نعرفوا اللي انتم جايين بالذمة، اوكي؟ ما لا تخرجوا فيسع فيسع فيسع، هاي آه بسلامة. أنا نحب الخدمة وراء الكاميرا أكثر من الخدمة قدام الكاميرا. نحب نعمل برودكسيون والإعداد إلى آخره. تظهر لي حاجة باسيونونت ياسر. أنا مثلا في التذكرة الأخيرة أكثر بارتي تعجبني في الخدمة مش وقت اللي نبداو، سي فغي فيها سسبانس، فيها جو وك الجري ومع الكانديدا شكون باش يربح إلى آخره. تعجبني أحسن بارتي هي وقت اللي نبدا نعمل لك الفيزيوناج، نتفرج في الماتيغ ونكتب المونتاج كأنه سيناريو باش نعمل السسبانس ما بين لي كانديدا اللي مع الكانديدا اللي معايا والكانديدا اللي مع انصاف، ونقعد معناتها نعمل لك السسبانس نتاع اخر لحظه رغم اللي هو مش موجود، نركبوا تركيب بالمونتاج. عندي هذيك تعمل لي ساتيسفاكسيون مش نورمال، نحس روحي ممكن نتفرج في ليميسيون بعد كامله معناتها فريمون، نحس هكا بالحاجه احساس حلو برشا. هذاك علاش دونك كتوا كي عندي باسكو عملت دي برودكسيون كيما الكناويت الى اخره، قعدت وراء الكاميرا باقي معناتها نحس بالحلاوه وبالساتيسفاكسيون اللي نحبها. دونك ما يقلقنيش ياسر اللي انا مانيش موجوده قدام الكاميرا. اللي قلقني ديما اني معناتها حتى وراء الكاميرا نبدا معناتها مش موجوده، انه ما فماش حاجه نقدمها للناس البيبي كيما نقولوا نتاعي اللي لعبت تقول او ما احلاها ليميسيون هذيك. هذيك هي احسن حاجه واحسن جايزه واحسن احساس يشعرني هكا بالرضا اللي انا نقدم حاجه والعباد تعجبهم حتى كان ما نبداش انا موجوده فيها. اولاد التلزع نقول لهم ما تخليوش الرتابه والا العمل اللي هو تطلع عليها معناتها الصبغه نتاع الوظيفه العموميه يكسر من الانتوزيازم والحماسه والروح نتاع قبل الخساره معناتها الفلام اللي شعلت في التلفزه التونسيه واللي كانت موجوده معناتها تضيع، خندت، بدات تبرد معناتها ما عادش فما دي برودكسيون تلفزه، ما عادش فما دي زيميسيون. فما فكره غالطه غلطة ياسر اللي هي نحصروا معناتها كانه فما هكا قطاعيه، انه نحصروا الجورناليست هما اللي لازمهم يخدموا. نو الجورناليست هو صحافي اللي ينجم يخدم البرامج الاخباريه، لكن التلفزه راهي ما تنجمش تكون برامج اخباريه اكاها. راهو معناتها انت كان تشوف توا الناس الناجحين والكل في الاعلام تلقاهم مش عاملين صحافه، مكثرهم مش عاملين صحافه، جايين من اختصاصات اخرى. مش معناتها انت قاري صحافه معناتها باش تكون انت اعلامي ولا سي فغي تقرا معناتها عندك لي تكنيك الى اخره، لكن مش بشرطه. انت هما فما صحفيين يكتبوا في الجرائد عمرهم ما عملوا صحافه ويكونوا صحفيين اقلامهم جيده،
راهي هذيا فيها الخدمه هذيا فنيه باقي هذيا تبع الدومين ارتستيك لازمها فيها الدون دو تالون مش لازم مش القرايه فيها باهيه القرايه مع التالون دو فاسون نفتحوا على الـ على الـ على اختصاصات اخرى راهو كبلتوا روايحكم بفكره لو جورناليست اللي هو لازم يكون جاي من الصحافه ولا الاخبار باش يجي يخدم الناس اللي معناتها فما حاجه خايبه برشا صارت في التلفزه بعد الثوره انه فما ناس معناتها بصراحه معناتها فما ناس راهي كنت قبل معناتها تخدم بغرام كنا كنت كشيف التلفزه وقت دوما دخلت انا كنت ناخذ في 50 دينار على الحزب حكايه فارغه ما تلبسكش حتى ولا ما تشريلكش حتى مكياج حتى في الوقت هذاك راهي 50 دينار ماهيش حكايه قويه معناتها لكن الغرام كنا نخدموا على الغرام ما كانش معناتها همنا انه باش نترسم ولا عمري جريت لا ترسيم لا فما ناس جات نهارين قبل الثوره ومفيش كي طلعت الثوره جاو ترسموا معناتها ولاو شنو ياخذوا في شهريه وقاعد يخدموا كي ماركيو معناتها يلزم خاطر هما موظفين هما اللي يخدموا في الـ في الـ فكره الوظيفه وفكره الاداره ما تمشيش مع الخدمه تاع التلفزه ما تمشيش مع الانتاج والبرودكسيون كل حاجه بلاصتها موظف يا خويا يقعد في الوظيفه تحب تخدم البرودكسيون تخدم البرودكسيون مش تاخذ في شهريه وتخدم في ماركه ما هي الا في التلفزه ما فماش ماركه دو جورني مش باش تجي تبوانتي في الاكران وتعدي ساعه في سورانتين تفرجوا فيك العبيد تخش عليك على قلوبهم ومن بعد تروح لا مش هذا نقول فيها راهو بكل معناتها مانيش معناتها ننقد فما عبيد لا مش معناتها الناس كلها فما برشا عبيد وجايين من الصحافه ولا من الاخبار من الاخبار جمله يقدموا في حاجه بيا نشوفهم انا كنت نتفرج في برامج النقاشيه نتاع التلفزه مثلا تاع زينة الخميري نذكرها مثلا على حسب تعجبني حتى خير وحتى من برامج اخرى خاطر نحس المانيبيولاسيون في برايس اخرى ونحس التلفزه قاعدة محايده هاو البيه اللي فيها في الوطنيه انها قاعده هاربه من ماك الاموال نتاع والحسابات نتاع الاحزاب الى اخره والتمويلات المشبوهه لكن ابار سا راهي التلفزه راهي ماهيش برامج حواريه واخباريه اقاها وين الديفيرتيسمون الديفيرتيسمون بصراحه ماهوش قاعد يتخدم بالبيت مريت حتى برنامج معناتها اخر حاجه تفرجت فيها وكانت معناتها باهيه محترمه هي كانت نسيت الاسم العربي هو لي زامور نتاع اللي خدمها جعفر القاسم واللي هو ماهوش معناتها ولد التلفز واللي هو جاي من التلفزيون معناتها دونك لازم نفيقوا معناتها نفيقوا ما كيفاش نقتلوها باش تخسروها التلفز باش تخسروا العباد اللي تفرجوها باش تخسروا التعاضد نتاع الناس والمسانده نتاع التلفزه الوطنيه تنساوش اللي فما فتره من فترات فما شكون جاي قال باش نبيعوها التلفزه التونسيه فما ناس وقفت الناس وقفت الجمهور الناس اللي تفرج في التلفزه التونسيه هما اللي قالوا لا ما تبيعش التلفزه الوطنيه لكن كي يجي يلقاوها ناس معناتها يقول لك انا كونتريبيوابل انا ندفع في فلوسي باش ما نلقى حتى شيء ناس تجي تماركي في الجورني وتروح كيفاش تحب من بعد يساندوك فما ناس توا راشت تحكي على بيع التلفزه التونسيه للاسف معناتها التلفزه الوطنيه عليه حرام الوغ كو فما طاقات التلفزه الوطنيه فما ناس تنجم تخدم اما همش اليوم اللي الناس اللي قاعدين نشوفوا فيها والا ماهيش الروح هذيك نتاع والناس زاد اللي وراء الكاميرا زاد لازمها تتعب لازمها هي زاد تعطي من عندها لازم فما كالدفع وكالحماس شويه انتوزيازم شويه غيره معناتها على التلفزه بصراحه ما نشوفوش ناخذوا منها اكهو نعطيوها زاد التلفزه الوطنيه مش نترسموا وكهو كيما في اي خدمه معناتها في تونس للاسف احنا يقول لك اي باش نترسم ونرتاح معناتها باش يترسم وما عادش باش يخدم احنا التونسي اذا ترسم يولي كركر دونك الا في التلفزه هذه علاش خاطر الناس تتفرج الناس تشوف فيك تخدم ولا ما تخدمش
وكيفاش تخدم والكاليتي بتاع الخدمة بتاعك شنو. إذا ما مش تخدم كهوزت لازم تخدم وبالقضية في التلفزة خطر الناس تتفرج فيك. إذا هو نقولها معناتها بكل شجاعة يعني عمري ما نرجع كلمتي معناتها ولو فما عبيد ياسر تتملق وتنافق ويقولوا في التريكة لكن أنا نقولها بكل صراحة نقولها مش على حق نقولها بكل محبة معناتها نقولها بكل غيرة على التلفزة اللي أعطتني برشا حاجات أنا خايفة عليها لا معناتها ليه بالحق يصير تصير اللي كان خايفين منه شيء ما تتبيع تتبيع المره هذه في صمت حتى ما تلقاش مسانده خاطر فما ريتور ما بينها ما بين الناس اللي تتفرج فيها التلفزه لازم ترجعوا اذا انتم تحبوا بالحق تحافظوا عليها وتحافظوا على خدمتكم زيد يلزم تحاولوا تنقذوا التلفزه اولاد التلفزه حوس لبرور في الغربة عديت أيامي